السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح منهج ديسكوفر اكتشف KG1 الترم التاني، وكنا شرحنا المرة اللي فاتت Shade for a Beetle أو الظل للخنفساء، وده طبعا شابتر 2 أو الفصل الثاني في المحور الثالث اللي هو How the World Works، كيف يعمل العالم. وإن شاء الله النهاردة هنكمل الشرح، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أنهينا المرة اللي فاتت شرح page 25 أو صفحة 25، والنهاردة هنبدأ page 26 أو صفحة 26 وعنوانها hats for sale. hats، الهاتس اللي هي القبعات، والمفرد بتاعها hat H-A-T يعني قبعة يعني طاقية. for sale، for sale يعني للبيع، معروضة للبيع، sale يعني بيع. وهنا بيقول لنا circle ضع دائرة حول the hats القبعات that can protect، that can التي تستطيع protect أن تحمي your face وجهك from the sun من الشمس. فهنا هو جايب لنا صورة مجموعة من القطبعات المختلفة. احنا هنعمل سيركل حوالين القطبعات اللي هي can protect your face from the sun، اللي هي تستطيع أن تحمي وجهك من ضوء الشمس الحارقة. فهنا طبعا اول حاجة هنشوف القطبعة الاولانية، وهي بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. فهل يا ترى القطبعة دي تقدر تحمي وجهك من ضوء الشمس؟ شاطرين، تقدر تحمي وجهك من ضوء الشمس لانها ليها حواف واطراف، والحواف بتاعتها ممتدة قدام الوجه هنا زي ما احنا شايفين، وبالتالي تقدر تمنع ضوء الشمس عن وشك. فهنعمل حوالين القطبعة دي سيركل. تاني قطبعة اللي هو الكاب ده او القطبعة دي، هو طبعا مش بالشكل المدور بتاع القطبعة الاولانية، هي بشكل تاني، بس برضو ليه حافة او ليه جنب من الاجناب بتاعته ممتد علشان يحمي وجهك من ضوء الشمس. فهنعمل برضو حوالين ده سيركل. طب تالت نوع من القطبعات، القطبعة دي او القطبعة الولن او الصوفية دي، ودي طبعا ملهاش اي حواف تحمي وجهك من ضوء الشمس، لان النوع ده من القطبعات المفروض ان هو معمول علشان يدفيك في الشتاء، لو انت بردان وحاسس بالبرد تلبسه وتتدفى اكتر. فطبعا دي مش الهدف منها ان هي تحميك من ضوء الشمس، فبالتالي دي مش هتحميك من ضوء الشمس، فمش هنعمل حواليها سيركل. طب النوع الرابع دي قبعة زي ما احنا شايفينها، هي كاب بس ملهاش غطا للرأس، مفيش غطا للرأس، فبالتالي هي بتحمي من ضوء الشمس لانها فعلا برضو ليها حافة من الحواف او جنب من الاجناب ممتدة علشان يحمي وجهك من الشمس، بس هي ما بتحميش الرأس من الشمس. بس هو هنا بيقول لنا اللي بتحمي وجهك من الشمس او that can protect your face from the sun، اللي بتحمي وجهك من الشمس، فبالتالي احنا بنهتم بالجزء بتاع الوجه، فنعمل حواليها circle لانها بتحمي وجهك من الشمس. طب القطبعة، طب الخوزة دي او القطبعة دي الخاصة بالمهندسين في مواقع البناء، المفروض ان القطبعة دي بتحمي وجهك من الشمس ولا لا؟ بتحمي وجهك من الشمس لانها ليها جنب من الاجناب او حافة من الحواف ممتدة علشان يحمي وجهك من الشمس، وهي زي ما احنا شايفين شكلها صلبة علشان خاطر المهندسين وعمال البناء اللي في مواقع البناء، تحميهم كمان من اي حاجة ممكن تسقط عليهم او اي حاجة تضرهم لا قدر الله. فالقطبعة دي بتحمي وجهك من الشمس، فهنعمل حواليها سيركل هي كمان. طب هنا الشكل ده من الاشكال القطبعات بتاعت الاحتفال، وطبعا ده واضح جدا ان هو الهدف منه ان احنا نلبسه ساعة الاحتفال في اعياد الميلاد او في الاعياد او في الاحتفالات المختلفة، فبالتالي ده مش الهدف منه ان احنا يحمي وجهنا من الشمس ولا حاجة، هو الهدف منه ان احنا مظهر من مظاهر الاحتفال، فبالتالي مش هنعمل حواليه سيركل ولا حاجة.
طيب آخر قطبعة، القطبعة أو الخوذة الخاصة بالمركبات اللي احنا بنلبسها على دماغنا واحنا سايقين البايسكل بتاعتنا أو الموتوسايكل بتاعنا، الموتوسيكل بتاعنا يعني. فهنا القطبعة دي المفروض الهدف الرئيسي منها ان هي تحمي رأسك لا قدر الله لو سقطت على الأرض أو حاجة، علشان ما يحصل لكش حاجة وحشة. لكن مش الهدف منها ان هي تحمي وجهك من الشمس ولا حاجة. وحتى ليها غطاء زجاجي من الأمام علشان الهواء وانت ماشي بالبايسكل بتاعتك أو بالموتوسايكل بتاعك، ما الهواء ده ما يضايقكش في عينيك وما يضرش عينيك وتبقى شايف الطريق بشكل كويس. والبلاس كوفر ده أو الغطاء الزجاجي ده مش الهدف منه ان هو يحمي وجهك من الشمس، لأن ضوء الشمس هيعدي منه عادي، فدي ما بتحميش وجهك من الشمس أو it doesn't protect your face from the sun، فبالتالي مش هنعمل حواليها سيركل. وبكده نكون عرفنا القطبعات أو الهاتس اللي هتحمي وجهك من ضوء الشمس. وقبل ما نخلص الصفحة دي لازم نعرف وناخد بالنا كويس إن في فرق بين القطبعات من حيث المادة اللي هي اتصنعت منها. يعني في قطبعات مصنوعة من الصوف زي ما احنا شفنا القطبعة اللي هي بتحمي رأسك وجسمك من البرد في الشتاء، ودي طبعا ما عملناش حواليها سيركل. في نوع تاني من القطبعات المصنوعة من المواد الصلبة زي بتاعت المهندس والعامل في مواقع البناء اللي بتحمي رأسه من أي حاجة ممكن تخبط فيها أو تسقط عليه. وفي قطبعة تالتة ممكن تكون مصنوعة من الورق زي بتاعت الاحتفال اللي هي بنلبسها ساعة الاحتفالات أو أعياد الميلاد. في قطبعات تانية ممكن تكون مصنوعة من البلاستيك زي اللي هي بتحمي وجهك من الشمس بس ما بتغطيش، بس ما فيهاش غطاء لرأسك، مفتوحة من فوق رأسك. في قطبعات تانية كمان ممكن تكون مصنوعة من القماش. فكل نوع من أنواع القطبعات ليه المواد أو الماتيريالز اللي اتصنع منها، وده لازم نكون عارفين وناخد بالنا منه كويس. فبالتالي احنا كده خلصنا الصفحة دي يا أصحابي. والكلمات الجديدة هنا hats، hats يعني قطبعات، for sale، for sale يعني للبيع، circle ضع دائرة حول the hats القطبعات، that can يستطيع أو تستطيع، protect، protect يعني تحمي، your face، your face يعني وجهك، from من the sun الشمس. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 27 أو صفحة 27 وعنوانها wearing a hat. wearing يعني نرتدي أو يرتدي، يعني يلبس هدوم أو يلبس حاجة معينة من الملابس. wearing a hat نرتدي قطبعة أو يرتدي قطبعة. فهنا بيكلمنا ازاي ممكن نعمل قطبعة نرتديها علشان تحمينا من ضوء الشمس. فهنا بيقولك draw ارسم a picture صورة of a hat لقطبعة، لقبعة that would protect you التي من الممكن أن تحميك the best بأفضل شكل ممكن from the hot sun من الشمس الحارقة. فهنا بيقولك ارسم قطبعة ممكن تحميك من الشمس الحارقة. فهنا مدينا بوكس كبير وفي في وسط البوكس ده سيركل، السيركل دي طبعا احنا كأنها رأسك مثلا او رأس اي حد انت هترسم على شكله القطبعة دي. وعايزك تصمم هنا شكل قطبعة من القطبعات تكون بتحميك او that would protect you the best، تحميك بافضل شكل ممكن from the hot sun من الشمس الحارقة. فهنمسك قلمنا الرصاص او our pencil والكريونز بتاعتنا او الاقلام التلوين بتاعتنا ونبتدي نصمم قطبعة شكلها جميل ممكن تحمينا بأفضل شكل ممكن من ضوء الشمس الحارقة. والكلمات الجديدة هنا wearing يعني نرتدي أو يرتدي، hat، hat يعني قطبعة، draw ارسم picture صورة، hat قطبعة، would protect يمكن أن تحمي you أنت the best بأفضل شكل ممكن best أفضل from من hot، hot يعني ساخن، sun شمس. ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 28 او صفحة 28 وعنوانها my petals hat.
My petals hat قطبعة الخنفساء الصغيرة الخاصة بي. أنا دلوقتي لو عندي بيتل أو خنفسة صغيرة وعايز أعمل لها هات أو قطبعة تحميها من الشمس الحارقة، زي ما أنا عملت لنفسي هات أو قطبعة حمتني بأفضل شكل ممكن من الشمس الحارقة. فإحنا عايزين دلوقتي نتخيل ونفكر ونسرح بخيالنا، نتخيل إيه شكل القطبعة أو الطاقية اللي إحنا هنعملها للبيتل الصغيرة بتاعتنا علشان تحميها من الصن لايت. فأنا بيقول لنا draw ارسم a hat قطبعة on the petal's head. on يعني على the petal's head. the petal's head يعني رأس الخنفساء. that will التي سوف protect him تحميه تحمي الخنفس الصغير ده او الخنفسة الصغيرة دي from the hot sun من الشمس الحارقة. فهنا دلوقتي ادي البيتلز هيد او رأس الخنفساء الصغيرة. عايزين هنا نتخيل ونرسم شكل قطبعة تقدر تحمي رأس الخنفساء الصغيرة دي من الهوت سن او من الشمس الحارقة. وطبعا الكلمات الجديدة هنا my ملكي او خاص بيا. beetles beetles يعني خنفساء، ودي اس الملكية الابوستروفي اس بتدل على حاجة ملك البيتلز دي واللي هي الهات. الهات يعني قطبعة. draw ارسم a hat قطبعة on على the beetles head. the beetles head يعني رأس الخنفساء. that will يعني سوف protect يعني تحمي him هو دي لو خنفس ولد صغنن هنقول عليها him، لو هي خنفسة بنت صغنن هنقول عليها her. that will protect him اللي هتحمي الخنفس الصغنن ده from من the hot sun ضوء الشمس الحارقة او الشمس الحارقة. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على البيج بتاعتنا او الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس الخاصة بيهم في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.